لا إله ما أدريش إذا كان المكرشة قبل أمر بعد الدرس كان مات محمد وصيلة الفضيلة بعد المقام محمد الذي وعدته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وأسكن الخلق فوق الأرض ليعبدوه ويوحدوه، مصداقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن القرى التي كانت منقطعة عن العالم الخارجي صارت اليوم متصلة به، والإنسان الذي كان منزويا على نفسه صار اليوم منفتحا على كل شيء، يقرأ كل شيء، يتطلع ويطالع كل شيء في دقائق معدودة، بل ويشاهد الصور الحية مباشرة. ويا خسارة من لم يكن مسلحا بالعلم الشرعي. في الأسبوع الماضي سئلت عن سؤال شاب يجادل شابا آخر عن القرآن، مدعيا أن فيه نقصا بحجة أنه لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تشكيك في القرآن في مدينة مثل هذه المدينة، تلك كلمة شنيعة شيعية رافضية، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فبعض الشباب تركوا الصلاة رجونا لهم الهداية، تركوا الالتزام بأمر الله ورسوله تمنينا لهم الاستقامة، اقترفوا الذنوب والمعاصي دعونا الله لهم التوبة. أما أن يطعنوا في كتاب الله ويشككوا فيه فذاك أمر يتجاوز كل الحدود. فالمشكك في القرآن الكريم جاهل، لا يقرأ ولا يفهم. فعلماء الغرب والذين بلغوا درجة من العلم حينما يقرؤون القرآن الكريم بتمعن يدخلون في الإسلام. أما الجاهل الذي لا يقرأ ولا يفهم ما يقرأ فتجده يقول كلمة الكفر، يشكك في كتاب الله عز وجل. ومما يروج أيضا من التشكيك، التشكيك في عذاب القبر، يشككون في عذاب القبر. فما النفع الذي تحصل عليه من خلال تشكيكك في عذاب القبر؟
فما الفائدة المرجوة من طرح مثل هذه الأسئلة؟ إن عذاب القبر ثابت بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فيقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قبل قيام الساعة يعرضون على النار صباح مساء، فهذا دليل على عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، وأمرنا أن نتعوذ من عذاب القبر بعد التشهد، ونقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نتعوذ بالله من عذاب القبر. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقبر فسئل عنهم فقالوا: ماتوا في الشرك. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون في القبر، وهذا من أسباب عذاب القبر، الشرك بالله. ومن أسباب عذاب القبر الغيبة وهتك أعراض الناس. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام لهم أظافر من نحاس، وهذا العذاب قبل قيام الساعة، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، فسأل جبريل: من هؤلاء الذين يخمشون، لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم والدم يسيل من وجوههم وصدورهم، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويهتكون أعراضهم، هذا عذابهم إلى قيام الساعة. ومن أسباب عذاب القبر النميمة ونقل الأخبار على سبيل الإفساد بين الناس والتبول أمام الناس وعدم التنزه والتستر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وهذه ظاهرة نشاهدها للأسف، للأسف بعض الناس صارت لهم صفات الحيوان، يبول في الطرقات، ينزل من سيارته، وقد شاهدتم ذلك، ينزل بسيارته ويبول، بل ويتوجه إلى طريق الناس، بل وحاش وجوهكم أن أسمعكم هذا الكلام. والله العظيم قبل البارحة وجدت شخصا وهندامه هندام، إنسان محترم، يتغوط أمام المسجد بهذه الحديقة، يتغوط والناس يمرون عليه. أبلغنا ووصلنا لهذه الدرجة من الوقاحة وعدم الحياء؟ فبسبب عذاب القبر أو بهذا الفعل يعذب الإنسان في قبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الناس، أكثر عذاب القبر البول، أكثر عذاب القبر البول. ومن أسباب عذاب القبر منع الزكاة الذي يمنع حق الله ولا يزكي ماله ولا يخرج زكاة ماله. فأخبر
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوضع في القبر فيسلط الله عليه ثعبانا شجاعا أقرع له زبيبتان من شدة سمه فيطوق جسمه ويضع فمه في فمه ويقول له أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك. ومن أسباب عذاب القبر الذي ينام عن صلاة العشاء لا يصليها، وكذلك الذي يصلي من غير طهارة، فهذا من أسباب عذاب القبر. عذاب القبر ثابت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما شيع جنازة وقبرت الجنازة، قبر الميت ودفن، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وأخبرهم بما يجري لصاحب القبر. بمجرد ما يوارى التراب وينصرف عنه الناس والميت يسمع قرع نعال مشجعيه وكأنه كان في نوم، فيستيقظ وينزلان من السماء ملكان فيجلسانه ويقعدانه فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمن الله مجعلنا من المؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيجيب ربي وربكم الله، ديني هو الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، كنت أتبعه ومت على سنته وسيرته. أما المنافق والكافر والمشكك في عذاب القبر، اسمع، فيقولان له من ربك؟ ها لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. ما دينك؟ ها لا أدري، لا دريت ولا تليت. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا يدري. عاش على النكران والجحود والشكوك والبدع والخرافات، أو على الكفر والشرك، فيضرب بمطرقة من حديد بين صدغيه أذنيه فيغوص في الأرض ويشتت ويصير كأنه تراب، ثم يعود كما كان. وهذا عذابه، وما ينتظره من العذاب إلى قيام الساعة. فوجب أن نؤمن أيها الإخوة، وأن نصدق بكل ما أخبرنا به الله وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نعيش على اليقين والإيمان بالله ورسوله، ونموت على ذلك ونحشر على ذلك إن شاء الله. اللهم أدخلنا الجنة واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الآخرة، فلا تشكك ولا تشك. فقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. فلما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أسأل ولا أشك، لا أسأل ولا أشك.
فما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. لا تسأل إلا إذا أردت أن تتعلم، ولا تشك، لأن الشكوك هي من إيحاءات الشيطان، هي من إيحاءات الشيطان. فلا بد أن تجزم جزما يقينيا بكل هذا وبكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. اللهم اصلح شبابنا وارزقنا الإيمان، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا العمل الصالح، اللهم يسر أمورنا، وفي مرادنا، اقضي حوائجنا، حوائج المسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، وارزقنا العمل الصالح، اللهم الزمنا كتابك وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغيثنا غيث النافعة، اللهم ارزقنا المطر، مطر الرحمة، اللهم اغيثنا غيث النافعة. اللهم لا تعاقبنا بما نرتكبه من الذنوب والمعاصي،